الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية ناخذ نظرة عنها أول مرة. يقول أمينو أسيدز building blocks of protein، يعني مثابة التركيب البدائي أو شلون مثلا احنا بنريد نبني حائط يحتوي، هذا الحائط مو يحتوي مثلا على بلوكات أو يحتوي على طابوق أو ثيرمال ستونز. يعني يقول الأمينو أسيد مثابة طابوق بالنسبة للجدار اللي هو البروتين، يعني وحدة تركيبية إلى أو الوحدة بنائية إلى. The precise amino acid content and the sequence of this amino acid of a specific protein is determined by the sequence of the bases in the gene that encodes the protein. يقول هنا شنو البروتين مو يحتوي على amino acids، ترتيب هاي الامينو acids راح يحدد وظيفة البروتين، وهاي كلها تحدث من قبل شنو؟ من قبل الجين. هذا الجين من يسوي عمليه ال دي ان اي، يستنسخ من عنده ار ان اي، ار ان اي يروح يسوي هذني الاحماض الامينيه، يتكون احماض امينيه بالميتوكوندريا. اول مره طبعا احنا احماض نوويه، احماض نوويه اللي هي النيوكليك اسيد، او نيوكليك اسيد تكون لنا الاحماض الامينيه. هاي ترتيبها يعتمد على هاي العمليه، مثلا الجهاز الخلية قررت تكون مثلا كذا بروتين، لازم تكون كذا امينو اسيد، وترتيبها وهيئتها مثل امينو اسيد هذا قبل امينو اسيد ذاك هو اللي يحدد الوظيفة العامل البروتين، وهذا طبعا كله يتحدد قلنا من قبل الجين. هنا طبعا يقول chemical properties of the amino acid determine the biological activity of the protein، هي التركيب الكيميائي للأمينو أسيد هو يحدد وظيفة البيولوجية للبروتين، عملية البناء، الجروث، الريبير، المينتنس اللي شو اسمه تسويها بالخلية كلها تعتمد على الأمينو أسيد. فأمينو أسيد يعني تركيب مهم جدا بعملية إصلاحات الخلية، تكوينها، تركيبها، واللي هي تمثل جزء من البروتين. إنه يقول البروتينز كاتالايز almost all the reactions in living cells، يعني هو اللي يتحكم بالتفاعلات الكيميائية أو التفاعلات بشكل عام وبصورة عامة بداخل الخلية. control virtually all the cellular processes، يتحكم بكافة الفعاليات الحيوية أو بداخل الخلية. التركيب الأمينو أسيد، يتكون الأمينو أسيد، الأمينو أسيد يتكون حسب ما موجود هو موضح هنا طبعا هنا درجة كربون وحدة تصير كربوكسيليك أسيد اللي هو هذا الكربوكسيل، درجة كربون بنص. هنا مجموعة الكربوكسيل جروب اللي هي COOH، وهنا مجموعة الأمين اللي هي تكون ال N-terminal، يعني قصدي يعني على N-terminal end amino group اللي هو NH2. هنا يقول هاي الان تيرمينال ترتبط، بس هذا باعتباره حامض اميني، هذا الحامض الاميني اكو بصفه حامض اميني كذلك، فهذا الجزء من الحامض الاميني التالي يرتبط ويا هذا الجزء اللي هو الكربوكسيل، يرتبط ويا مجموعه الامين، يعني هذا مجرد من بصفه هم كذلك امينو اسيد هم بي سي او او اتش يرتبط بس بالاتش 2 ان، فكذلك يعني شلون طريقه الارتباط مالتهم. هاي شو تكون إذا أمينو أسيد مرتبط بأمينو أسيد؟ أواصر، هاي الأواصر شو يسموها؟ البيبتايد بوند. الأواصر بين أمينو أسيد وأمينو أسيد يسموها بيبتايد بوند. عدة أمينو أسيدات أكثر من 2 3 4 5 فما فوق يسموها بولي بيبتايد، يعني إذا عدة أمينو أسيد مرتبطات يسمونها هاي المجموعة هاي يسموها بولي بيبتايد. البولي بيبتايد إذا بصورة كبيرة تكون البروتين، يعني البروتين يحتوي يحتوي على 20 ألف 100 أمينو أسيد حسب تركيبه. هذا طبعا أول مرة قلنا الأمينو أسيد إذا اثنين يكون بيبتايد بوند، ثلاثة أربعة خمسة يكون بولي بيبتايد تركيب. البولي بيبتايد إذا هواية راح يكون البروتين. هنا يقول يختلف أمينو أسيد من واحد إلى آخر
طبعا للتركيب الكيميائي اللي بداخلها، وكذلك المجموعة الار اللي هو هنا الار يمثل اي مركب عضوي يرتبط بيها، هذا يحدد لنا وظيفة الامينو اسيد. هنا يقول عندنا يختلف الار وبسببه يتكون لنا 20 نوع من الامينو اسيد اللي تكون اللي يساهم في بناء البروتين. ميتابوليزم الايض مالته about half of the 20 amino acid needed by human cannot be synthesized at rapid enough rate. يعني يقول جسم الانسان ما يقدر يكون 20 نوع من هاي الامينو اسيد بصوره كافيه او بصوره سريعه على مود ينمو جسم الانسان، فلذلك يحتاج على مصادر اخرى من الاطعمه. فلذلك ننصح يعني يصحون الاطباء تناول البروتين، ينصح بتناول اللحوم او بعض الخضروات تحتوي على امينو اسيد، لان هاي قلنا مو كل جسم الانسان يقدر يصنعها بكميه كافيه فلازم يحتاجها. Essential amino acid اللي هو الأرجينين often called semi-essential it is required for the young but not for adults. هذه مهم جدا بمرحلة النمو للشباب بس مو يعني للبالغين. And can be synthesized in high enough amount that the body needs and not for adult A. فيقول يقدر يصنع بكمية كافية احتياج الجسم. الهيستيدين ايزوليوسين ليوسين لايسين ميثيونين فينايل الانين ثيرونين تريبتوفان انفالين فالين، هذني كلهن ذا 10 امينو اسيد ذات بودي كان برودوس. ها هذني ما يقدر الجسم يصنعها بكميه كافيه، بينما ال 10 امينو اسيد البقيه يقدر الجسم يصنعها بكميه كافيه. الانين اسبرجين aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine اللي هو جلايسين, برولين, سيرين, تيريوسين. تيريوسين هذا شبيه produced from phenyl انانين، يعني نقدر نقول phenyl انانين اللي هو amino acid بطريقة الأيض راح يعطينا amino acid ثاني وهو تيريوسين. So if the diet is deficient in phenyl انانين، يعني إذا الغذاء قليل بنسبة الفينال انانين فبالمقابل كذلك تريوسين راح يقل، لان قلنا هذا ينتج من هذا. Humans do not have all the enzymes required for the biosynthesis of all of the amino acids. جسم الانسان ما يحتوي على كل الانزيمات اللي هي تساهم لنا في تكوين الاحماض الامينية او مثل ما نقول تقطيعها من البروتين واستخلاصها. Under normal circumstances protein proteolytic enzymes such as pepsin and trypsin اللي هذين الانزيمات موجوده بالمعده وبالبنكرياس اللي هي تقطع البروتين الى امينو اسيد complete digest that protein into their constituent amino acids. هذا اللي قلنا مو تسمه بصوره كامله يحلل البروتين الى امينو اسيد. Amino acids then rapidly absorbed راح يمتصن from the intestine to the blood and subsequently become part of the body's pool of amino acids. راح ينهضم ويمتصن بالامعاء يروح بالدم وينخزنن بالمخازن الخاصه بالامينو اسيد بجسم الانسان. امينو اسيد also released by the normal breakdown of the body proteins. كذلك من يصير عمليه تكوين تحليل البروتين داخل جسم الانسان نتيجه فعاليات حيويه وكذا كذلك يعطينا امينو اسيد. The primary purpose of the amino acids are of the synthesis of body proteins. إذن الوظيفة الأساسية هي مكون البروتين including plasma, intracellular and structural proteins. هذا الموجب جسم يعني عندنا مثلا الاميون جلوبيولين اللي هي البروتينات مثل ما نقول المناعية، هم كذلك يعتبر بروتين، هم بيهن امينو اسيد وداخل الخلية امينو اسيد، تركيب الخلية هم بيها البروتين اللي هو يتكون من امينو اسيد. Amino acids are also used for the synthesis of non-protein nitrogen containing compounds such as purine, pyrimidine, porphyrin, creatine, histamine. اكو نوع من التراكيب هم بيها نيتروجين بس هي ما تعتبر بروتينات. هاي مثل ايش؟ اللي هي البيرميدين، بيرميدين، بورفرين، كرياتين. بيرميدين عندنا وبيورين هذين موجودات بالجينات اللي هي الادينين جوانين سيتوسين ثايمين او اليوراسيل بالنسبه للار ان اي، هذا اللي مثل بيورين والبيرميدينز. بورفرين عندنا كذلك مرات اكو بين ايض يدخلن بالفعاله
تكوين الطاقة مثل كرياتينين عفو، هستامين، ثايروكسين. هذا اللي يعتبرون شنو، مو بروتينات بس، تراكيب تشبه البروتين وبيها امينو مجموعة الأمين. ثايروكسين هذا أعتقد تفرز غدة الدرقية ثايرويد. إبنفرين هذا هم أدرينالين، غدة أدرينالية تزيد ضغط الدم كذلك، يعني هو بي فوات. هذا كوانزيم ان اي دي هذا يدخل بهاي التفاعلات انتاج طاقه مثل ال شو اسمه دوره كروبس، كروب سايكل، هي تكوين الطاقه من الجلوكوز. ان اديشن بروتين بروفايد من 12 الى 20% اوف ذا توتال ديلي بودي انرجي ريكويرمنت، يعني تقريبا يوفر من 12 الى 20 من كميه الطاقه بجسم الانسان. طبعا بعد الجلوكوز، لان يعني الجلوكوز هو اللي يحتل المركز الاول بالتكوين الطاقه. The amino group is removed from the amino acid by either deamination or transamination. الamino group يزال من مجموعة الأمين، تزال من الamino acid اللي هي قلناها هي، أما بdeamination يعني إزالة تامة، أو transamination يعني نقل من هذا المركب إلى مركب ثاني، إلى amino acid ثاني. Keto acids can enter into a common metabolic pathway with carbohydrate and fats. هاي ما راح يصير لها deamination، راح يتكون كيتونز بودي. كيتون بودي هذا يدخلن تكوين طاقة كذلك ويا الكربوهيدرات أو الدهون. إيه. glucogenic amino acid generate precursors of glucose. هذا يكون لنا مركب اسمه glucogenic amino acids. هذا glucogenic amino acids بحالة يعني قلنا ماكو جلوكوز، راح مو الوقت يتحول الى تركيبات بدائيه للجلوكوز اللي هي تكون الطاقه. اذا ما عندنا مثلا قلنا جلوكوز، فراح يضطر جسم الانسان يستعين بالامينو اسيد ويكون هذا جينيك امينو اسيد. هذا جلوكوجينيك امينو اسيد يتحول بعد فتره تركيب يشبه الجلوكوز ويعطينا طاقه، مثل من بايروفيت او اسيتريك اسيد or cycle intermediate example include alanine which can be deaminated to pyruvate، اللي هو مثل الانين يتحول الى بايروفيت. ارجينين which is converted to keto glutarate، هذني كذلك هذني امينو اسيد يعني يتحولن الى تركيب جلوكوجينيك او يشبه الجلوكوز بحاله ماكو جلوكوز او ماكو طاقه، فهذني راح يتحولن بعدين داخل دوره كريبس او ستيك اسيد عفو ويكونن طاقه. وهاي عندنا مثلاً أسبرتيت هم راح يتحول إلى أكسالو أسيتيت، هذا كله مركبات طاقة. كيتوجينيك أمينو أسيد جنريت كيتون بوديز، كذلك عندنا كيتوجينيك أمينو أسيد هم ينطنه كيتون بوديز. They are degraded to acetyl CoA enzyme acetyl CoA العفو أو acetyl CoA مثل ليوسين أو لايسين، with the sum amino acids being both ketogenic and glucogenic. نحن شو يقول؟ كيتوجينيك أمينو أسيد راح يتحللن بعد تكوين طاقة إلى كيتون بوديز عن طريق أستايل كو. هذا الأستايل كو أي أو أستايل كو أي مثل اليوسين واللايسين، يعني هذا اللي يتحولن إلى كذا شيء. وسم أمينو أسيد بينج بوث كيتوجينيك عن جلوكوجينيك. أما يكون أن يعني يستخلصن طاقة عن طريق كيتوجينيك اللي هي مركبات ثانية تشبه الجلوكوز هم تعطينا طاقة، أو يتحولين إلى جلوكوجينيك مركبات تشبه الجلوكوز، أو هي يعني تتحول إلى جلوكوز بعدين وتعطينا طاقة تبعا لاحتياج الجسم أو تبعا لنسبة الجلوكوز بالدم. يعني هاي شغلات مثلا تحتاج توضيح أكثر. بعد the ammonium ions that is produced during the deamination of the amino acid is converted to urea via the urea cycle in the liver. هاي وين رحت؟ يقول the ammonium ions that is produced during deamination، من يصير عملية تحويل الأمينو أسيد انتزاع عند هاي الأمين هاي المجموعة، هاي شو تسوي؟ إنه
تحول الى يوريا، هذا التركيب يتحول الى يوريا، وهذا اليوريا طبعا يطرح بال هاي وين ياخذ موقع هذا التفاعل اللي يصير داخل الكبد، وبعدين هاي اليوريا تطلع بالادرار. انواع الامينو اسيد هنا عندنا الارجينين. الارجينين شنو هو؟ is a complex amino acid that's often found at the catalytic active site in the protein and enzyme. هذا الامينو اسيد وين معقد طبعا، وين اكثر شيء موجود بال عندنا بالانزيم، انزيم تركيب وشون تركيب يعني اي هذا بي مكان اسمه اكتيف سايت، هذا من يرتبط بالبروتين راح يحفزه او العفو راح يصير بي مكان يصير بي تفاعل الامينو اسيد مرات تطلب الانزيم عن طريقه بعد راح يبدي الانزيم يشتغل عليه، هذا يسمونه اكتيف سايت البروتين ان انزيم due to its amine containing side chains، لان هو المعبيت تدوي على side chains هواية. Arginine plays an important role in the cell division، كذلك هو يلعب دور مهم في انقسام الخلية، the healing of wounds، شفاء الجروح، stimulation of protein synthesis، يحفز تكوين البروتين، immune function وظيفة مناعية، and the release of hormones و تحرير الهرمونات او انتاج الهرمونات. الارجينين is required for the generation of urea، كذلك هو يتطلب في تكوين من اليوريا اللي هي مادة أيضية نائية، which is necessary for the removal of toxic ammonia from the body، يعني يشتغل على الأمونيا على مود يحولها إلى يوريا، لأن الأمونيا تكون ضارة بالصحة ما يقدر مباشرة الجسم يطرحها بالدم، فلازم يحولها إلى يوريا بعدين تطرح بالإدرار أو بالكلية. Which is necessary for the removal of toxic ammonia from the body and is also required for the synthesis of creatine. كذلك هي مهمة بعملية تكوين الكرياتين. الكرياتين هذا أمينو أسيد ثاني بوظيفة إنتاج طاقة كذلك، هسه بعدين راح نتعرف عليها. Which degrades to creatinine. ورا ما تنتج طاقة يتحول إلى مخلف أيضا اللي هو كرياتينين. A waste product that is cleared from the body by the kidney. الهستيدين شيني is one of the basic by pH amino acid، يعني حسب ال pH due to its imidazole side chain، بمجموعة الامدازول هاي يعني حسب الكيمياء العضوية أو الكيمياء الحياتية جزء الصيدلي يعرفوها side chain، it's the direct precursor of the histamine، يعني هو ينتج لنا بعدين الهستامين. الهستامين طبعا مفيد مناعيا خاصة من يصير التهاب بالمجرى التنفسي حاول يعني يقلص يسوي فازو كونستركشن بالجروح وعم تعبر الخلايا المناعية أو كذلك تحفيز مناعي يعني هو بشكل عام. One of the proteins involved in the immune response, histidine is also an important source of carbon atoms in the synthesis of purines. يعتبره كذلك حامضين مثالي بتكوين بيورينات اللي هي بيورين هاي تدخل بالجينات. One of the group of the nitrogen bases that make up the DNA and RNA. Histidine needed to help growth and repair body tissues and to maintain the myelin sheath that protect nerve cells. كذلك يعني يدخل عملية إصلاح أو أنسجة الجسم. كذلك مثل ما نقول يحمي او يسوي ادامه لطبقه المايلين شيث اللي هي وين موجوده طبقه المايلين شيث تحمي الاعصاب او خلايا عصبيه. It also helps manufacture red and white blood cells and helps to protect the body from the heavy metals toxicity. كذلك تكوين خلايا الدم البيض ويحمينا من جسم من بعض المعادن السامه. Histamine stimulates the secretion of the digestive enzyme gastrin and acts as a catalytic site in certain enzymes. Histamine يحفز لنا اللي هو قلنا الهستيدين بعدين يتحول الهستامين يحفز لنا كذلك افرازات الجهاز الهضمي مثل الجاسترين و هذا الانزيم كذلك يحفز لنا gastrin and act as a catalytic site اللي هو يحفز لنا كذلك بعض الانزيمات اللي تهضم الطعام بالنسبه للجاسترين.
هاي هنا كل تركيب كل حامض أمينيو تركيب، الاختلاف قلنا بس بالبعث الآر المربوطة فوق هي تحدد إنه حسب تركيبه. Isoleucine, the group of a branched chain amino acid that are needed to help maintain health. يعني نفس الوضع تقريبا، هم كذاك يحمي ويصلح الأنسجة والعضلات والجلد والعظام. Is needed for the hemoglobin from كذاك يستخدم في عملية تكوين هيموغلوبين داخل خلايا الدم الحمر بعملية نقل الأكسجين. Helps to regulate blood glucose level and maintain energy level. يساهم تنظيم نسبة الجلوكوز بالدم والطاقة. ليوسين is also the group of branched chain amino acids along with the valine. عند branched قصدي يعني متفرع، مو بس مجرد فتشي واحد. يعني المجموعة الآر تحتوي على عدة أواصر كذلك أو عدة عناصر متفرعة، هو هذا قصده. أي ليوسين is the second most common amino acid found in protein by بسايد جلايسين، يعني قلنا اول شيء اعلى شيء اكثر شيء شائع الجلايسين بجسم الانسان وراء اليوسين. is the conjunction with valine and isoleucine both the healing، يعني هذا اليوسين بالاضافه الى الفالين and isoleucine قلنا يصلح الاعضاء العضلات الجلد العظام. aid in recovery from surgery هو بعمليه شو اسمه يساهم بعمليه اصلاح الجسم يعني او الهيلينج مثل ما اقول شفاء من العمليات. and low blood glucose levels يقلل نسبة الجلوكوز بالدم. ليوسين is necessary for the optimal growth in the fun in infant and nitrogen balance in adult. يساهم بعملية النمو المثالي بالانفانت اللي هو الجنين او الايه and the nitrogen balance او كذلك بالنسبة للكبار عملية مثل ما اقول السيطرة أو حفاظ على النيتروجين بصورة موازنة. اللايسين has a net positive charge يعني يكون الشحنة مالتها موجبة which makes it one of the three basic bicharge amino acid حسب يعني يقول يعتبر اكو ثلاث امينو اسيد الظاهر بهن شحنة موجبة هذه مثل واحد من عدهن. Lysine plays a role in the production of antibodies يكون المستلزات المناعية اللي هي بروتينات تحمي الجسم الإنسان من الفيروسات والبعض وبكل حتى البكتيريا وأي مركب صغير. Lower triglyceride levels يقلل نسبة الترايجلسرايد. Lysine is needed for the proper growth and the bone development in children يبنين العظام بالأطفال and to maintain proper nitrogen balance كذلك يحافظون على التوازن البروتين النيتروجين in the adult. Lysine helps in the absorption and conservation of the calcium يأيدنا امتصاص وحفاظ على الكالسيوم play important role in the formation of collagen كذلك يحافظنا على نسبة الكولاجين اللي هو موجود أكثر شيء بالأنسجة كذلك بالعظام بالعضلات العفو. component of cartilage and connective tissue وهذا طبعا الكولاجين شنو هو او كذلك يدخل في كمركب او كتركيب في الكارتليج اللي هي الغضاريف connective tissue الاربطه او الانسجه العفو الانسجه انسجه الضام. ميثيونين is an important amino acid هو مهم help to initiate translation and mess of messenger RNA هاي بالجينات يعني يحفزنا ترجمة المسجر RNA بين يروح للدي ان اي by being the first amino acid incorporated into the end terminal position of all proteins يعني من عملية الترجمة راح يكون الميثيونين هو اول هاي عفوا يمكن من يروح للميتوكوندريا يكون ميثيونين هو بداية الشفرة موجودة بالـ RNA وراء ما يكون البروتين مو يطلنا الـ RNA يروح للميتوكوندريا ويطلنا سلسلة مال الأمينو أسيد عن طريق النيوكليك أسيد فأول شيء هو يكون الميثيونين يعني هو بداية الترجمة أو الكود هو كذلك required by the normal is a source of sulfur required by the body for normal
ميتابوليزم اند جروث، يعني مثل ما يقول هو مصدر مادة السلفر اللي هي محتاجة بتكوين جسم الإنسان والفعاليات الحيوية. بثيونين assist في the breakdown of fats، حط من الدهون، helps to detoxify leads، يقللنا من نسبة السمية بالليد والرصاص and other heavy metals، كذلك بعض المواد المعدنية الثقيلة. helps diminish muscle weakness، يقلل من ضمور العضلات. and prevents brittle hair، يقلل من مثل ما نقول شعر القاصف او اللي يساقط، يعني قلل من تساقط الشعر، فذاك هو الظاهر يعني يزرعون الشعر او هيج شيء. methionine react with the adenosine triphosphate to contribute to the synthesis of many important substances. كذلك لو الميثيونين يدفع نوع الادينوسين ترايفوسفيت، عمود يكون مركبات مهمة مثل الابنفرين والكولين. ابنفرين قلنا واحد من الهرمونات المهمة، بس الكولين خلينا نتأكد منه شنو فائدته. كولين من المواد الأساسية جسم تمتلئ بخاصية الذوبان في الماء، بس ما حكينا عن وظيفته. نترو نوتريشنت سيميلر تو ها بي فيتامين، شلون البي فيتامين، فيتامين بي كاميت ان ذا ليفر اوسو فاوند، يعني مادة ظاهرة تدخل بتكوين شلون الفيتامين بي بالخلايا الدم يعني هيك شيء بالنخاع العظم. فينايل الانين، فينايلالانين is classified as a non-polar amino acid by cause of the فينايلالانين يعتبر non-polar يعني ما بي قطبية، عكس ذاك قلنا اي العفو يعني قصدي ما يذوب بالماء، يذوب المركبات اللا قطبية. and can be cause of the hydrophobic nature of its benzyl side chain، يعني hydrophobic يعني ما يذوب قصدي بالماء بسبب وجود اللي هي chains اللي هي قلة سلسلة البنزل. it promote alertness and vitalities، شنو فائدته هذا؟ يحفز لنا الانتباه والحيوية. elevate mood، يزيد يعني المزاج مال الشخص. decrease pain، يقلل الألم. aids memory and learning، يساهم بالذاكرة والتعلم. used to treat arthritis، يستخدم لمعالجة الالتهاب المفاصل. and depression، الإحباط. فينايلالانين is used by the يعني ظاهر فينايلالانين في شيء مهم كلش، is used by the brain to produce norepinephrine a neurotransmitter، هذا يعني يسوينا norepinephrine اللي هو محفز عصبي that transmits signal، اللي ينقلنا الإشارة بين الأعصاب أو بين خلايا العصبية. فينايلالانين uses an active transport channel to cross the blood brain barrier، يفنائي لأن يقدر يعبر إلى النخاع الشوكي والدماغ عبر قناة خاصة به بالحاجز الدم اللي هو يسمونه blood brain barrier، حاجز الدم والدماغ. and in large quantities interfere with the production of serotonin، مثل ما نقول يتداخل مع تكوين السيروتونين. another neurotransmitter، يعني الظاهر شلون مضادات واحد ضد الثاني، إذا زاد ذاك هنا ثلاث النواقل العصبية سيروتونين والنوربينافرين. فينايلالانين is a part of the composition of aspartam. A common شنو هذا aspartam؟ كذلك يكون aspartam. aspartam common sweetener used to prepare in prepared foods as a sugar replacement. يعني مجرد حلو المذاق يعتبر كشيء آخر بديل السكر بالأطعمة. هذا اللي هو قلنا عليه aspartam، يعني شلون السكر هذا. فينايلالانين يعني بيك a key role in the biosynthesis of other amino acids، كذلك يكون لنا amino acid اخريات. ثيرونين، شنو ثيرونين؟ is an alcohol containing amino acid. amino acid بين تركيب الكحول that is important component in the formation of protein، كون بروتينات كولاجين، كون كولاجين الاستين الاستين موجود بالكونكتيف بروتين. and tooth animals، animals يعني هاي شلون طبقة الميناء الموجودة
سن. It's also important in the production of neurotransmitter. يساهم بعملية تكوين أو نقل الأعصاب. And health of the nervous system. صحة الجهاز العصبي. ثيرونين helps maintain proper protein balance. يساهم إنه بإدامة البروتين, توزيع البروتين بالجسم. And aids liver function. ويدعم وظيفة الكبد. Metabolism and assimilation أو التكوين. Tryptophan is formed from protein during digestion. يعني يتكون من البروتين عن طريق الهضم. By the action of proteolytic enzyme, بواسطة إنزيمات proteolytic lipopsin وtrypsin. Tryptophan is also precursor for the serotonin and melatonin. قلنا serotonin يكون السيروتونين اللي هو محفز عصبي. ميلاتونين شنو؟ نيورو هرمون and powerful antioxidants اللي هو هرمون عصبي يقلل من مثل ما نقول اكسيدنت شو مثل مرات تصير اكسيد واختزال يقلل من هذين المرات هذين يسوي لنا طفره وراثيه او سمح الله يسوي لنا سرطان او هيك شيء فهذا يقلل من عده تريبتوفان عن طريق انتاج الميلاتونين. تريبتوفان is a natural relaxant. It يعني شلون مثل ما يقول يسوي استرخاء. It helps alleviate insomnia. يمنع الأرق. By inducing sleep. نوم. Soothes. يقلل من الاكتئاب. Anxiety. And reduce depression. يقلل من الإحباط. It's also used in the treatment of migraine. Migraine الشقيقة. Headache. صداع نوع نصفي. Aids in weight control. يتحكم بالوزن. By reducing appetite. يقلل فقدان الشهية. Helps control hyperactivity in children. يسيطر على الفعالية الحيوية أو النشاط يعني غير يعني زائد عن حده بالأطفال. Valine or valine اللي هو is another branched chain amino acid that is constituent of fibrous. يحتوي على مجموعة fibrous protein in the اللي موجود is a constituent of fibrous protein A اللي يحتوي الموجود بالبروتينات اللي بها fiber على شكل fiber اعتقد بالعضلات. فالين is needed for the muscle بالعضلات مثل ما اقول مثل المسل ميتابوليزم تكوين العضلات and coordination اللي هي الاشارات بين الجهاز العصبي يعني مثل ما اقول انتباه او التركيز. tissue repair maintenance of nitrogen balance تحكم بنسبة النيتروجين. is also used by the muscle tissue as an energy source يستخدم العضلات للطاقة فذاك يعني جزء أهل القاعات والتدريب الحديد يعرفون هذا الشيء. Valine is used for the treatment for muscles. يساهم بإصلاح العضلات. Mental and emotional problems شغلات عاطفية أو مثل ما أقول وعي أو هي شيء. Insomnia الأرق قلنا. Anxiety الاكتئاب. And liver and gallbladder disease أمراض الكبد والغدة الصفراء. essential amino acid اكو تراكيب هي مو ما تسمى amino acid بس مو مهمه كلش اللي هي مثل الانين one of the simplest amino acid involved in the energy producing breakdown of glucose ينتج يساهمنا بانتاج طاقه من الجلوكوز is الانين itself product of breakdown of من ينتج الانين من تحطم ال DNA or the dipeptides انسيرين and كارنوسين on the conversation بس خلينا نتأكد من هذا الشيء انسيرين and كارنوسين strong antioxidant ها يعني شلون مثل حافظا على الخلايا من الطفرات الوراثية أو السرطانية أو هيك شيء. And the conversation of pyruvate, يحاولون البيروفيت, pyruvate compound in the carbohydrate metabolism, اللي هو البيروفيت كنا مهم بالتكوين الطاقة من الشكل جلوكوز أو من عن طريق الكربوهيدرات. لا ما رحت أنا.
قلنا الانين plays a major role in the transfer of nitrogen from peripheral tissue to the liver، يساهم بنقل النيتروجين من الأنسجة المحيطية إلى الكبد. helps in reducing the build up of toxic substances، يمنع تكون أو تراكم المواد السامة. that are released in muscle into muscle cell when muscle protein is broken down، من يصير جيت على العضلة مرات البروتين داخله من يستهلك على شكل طاقة، فراح يتكون مواد أيضية سامة، هذا يمنعها. quickly to meet energy needs and strengthen the immune system، يقوي جهاز المناعة through the production of antibodies، كذلك هو يكون الانتيبوديز. اسبرجين، when اسبرجين was the first isolated in من استخرجه من الجوس اللي هو من العصير، وهذا الفلاك من هذا جاء اسمه first amino acid، واحد من الامينو اسيد الاوائل اللي استخلصوه. اسبرجين is one of the principal and frequently the most abundant of the amino acid involved in the transport of nitrogen، يقين النيتروجينات وظيفته. Aspartic is the B-amide of aspartic acid synthesis from the aspartic acid and adenosine triphosphate، يتكون من الاسبارتيك اسيد. هذا الاسبارتيك اسيد بجزء اللي هو البي-amide، هذا البي-amide هو من يستخلصونه يعطينا هذا الامينو اسيد اللي هو اسبرجين. هذا الادينوسين الاسبارتيك اسيد والادينوسين تريفوسفيت من هاي يتكونن. The main function is of asparagine is converting one amino acid into other via amination، ينقل لنا مجموعة الأمين من أمينو أسيد إلى آخر. The process by which an amine group is introduced into organic molecule and transmission. The action when the amino acid is transferred to an alpha keto acid aspergine is required by the immune system and play an important role in the synthesis of ammonia. يحتاج الجهاز العصبي على يكون لنا أمونيا. لا هو كذلك يعني يحتاج جهاز عصب نفس الوقت، هو كذلك يلعب دور مهم تكوين أمونيا، يعني قصدي من تتحلل الأحماض الأمينية هذه يحول الأحماض الأمينية إلى أمونيا. Aspartic acid، aspartic acid is alanine which is one of the P hydrogen replaced by carboxylic acid group، يعني الأنين من يصير من مجموعة البيتا هيدروجين replaced by carboxylic group راح تعطينا الانانين او الاسبرتيك اسيد. عفوا، الاسبرتيك اسيد play a vital role in the metabolism during construction of other amino acid and metabolism in the stick acid cycle، يعني يلعب دور مهم تكوين الاحماض الامينيه الاخرى ويدخل بتركيبها، كذلك stick acid cycle لانتاج الطاقه. Among the amino acids that are synthesized from the aspartic acid are الأحماض الأمينية اللي يكونها الأسبرتيك أسيد أو يدخل تركيبها، أسبرجين، فوق أرجينين، لايسين، ميثيونين، ثيرونين، أيزوليوسين، سيفرال نيوكليوتايدز، كذلك الحوامض أو قواعد نيتروجينية أو أحماض نووية. العفو، أسبرتيك أسيد is also a metabolite in the urea cycle and participate in gluconeogenesis، عملية تكوين جلوكوز من مصادر غير الجلوكوز مثل بروتين او دهون. The generation of glucose from non-sugar carbon substances، يعني معناها السيستين شنو is classified as a non-essential amino acid، يعني شيء مو مهم. But cysteine may be essential for the infant، اطفال الجنين and the elderly and in individual with certain metabolic disease or absorption، الناس اللي عندهم سوء امتصاص او سوء بالهضم. Cysteine is an important structural and functional component of many protein، يدخل بتركيب كثير من البروتينات and enzyme. Cysteine named after cysteine and it's oxidizing dimer، يعني مسوي أكسدة. Cysteine is potentially toxic، cysteine يعتبر سام and is catabolized in the gastrointestinal tract and blood، يعني يتحلل بعدين لانه يعتبر السيستين سام، فراح يحلونه بالامعاء بالقناه الهضميه وكذلك بالدم. In opposition cysteine is absorbed during digestion as cysteine، ها عندنا سيستين او سيستين، شلون كرياتين وكرياتين. السيستين
هو هذا اللي هو مادة سامة، بس بالأصل هي كان سيستم which is more stable as in gastrointestinal tract. It is cysteine that travels to the cell. هذا يروح للخلايا where it's reduced to two cysteine molecule. من يروح للخلايا راح تحول إلى cysteine اللي هي مادة ضارة. Cysteine is used as a constituent in the food. مرات يحتاجونه بال كتركيب يعني يغني عن الطعام. Pharmaceutical and personal care industries. كذلك بال المصيدلة أو بالأدوية والعلاجات، كذلك بالبيرسونال كير انديفيدوال أو العناية بالبشرة قصده. One of the largest application is the production of flavors. يستخدم أكثر شيء بإنتاج الفليفرز اللي هي مثل ما نقول أصباغ بالمواد الغذائية أو يعطي نكهات. And then just a glutamic acid. Glutamic acid is a synthesis from a number of amino acids. And when an amino acid group is added to glutamic acid, it forms the most potent amino acid, glutamine. You need to call glutamic acid. Amino acid is a full glutamic acid. When you want glutamic acid, راح يعطينا glutamine or glutamic acid. It's one of the two amino acids that have net negatively charged. هذا هنا شحنة سالبة عكس ذاك التريبتوفان أو هيتشي فوق قرينا شحنة موجبة. Glutamic acid has been linked to epileptic seizure. يعني إلي علاقة بالنوبات الصرع. Is a neurotransmitter ينقل الأعصاب لأن شارع عصبي. Important in the metabolism of sugar or fats. مهم تكوين أو عملية الأيض السكر والدهون. Aids in transporting بوتاسيوم، يساهم نقل البوتاسيوم in the spinal fluid بالنخاع الشوكي. Glutamic acid is present in a wide variety of foods that is responsible for the one of the five basic tastes of the human sense of taste. يعني شو يقول هنا؟ موجود هذا ال glutamic acid بالأطعمة وهو المسؤول عن واحد من خصائص التذوق بالإنسان اللي هي أمامي. glutamic acid is often used as a food additives and flavors. يعني شلون يعطي نكهة يعني بينا كم الحوضة بحيث يقدر اللسان يميزها، and كذلك هو يحفز اللسان على التذوق. enhancer in the form of the sodium salt. كذلك هو يقول used as a food additives and flavor enhancer، يعطي كنكهة أو يعطي ك مواد إضافية بالطعام. in form of sodium salt بهذه الصورة. monosodium glutamate اللي هو بهذا السريج. glutamine شنو؟ glutamine is the most abundant amino acid in the body being involved in more metabolic processes than any other amino acid. تقريبا نسبة 61% من العضلات الهيكلية يحتوي الجلوتامين. glutamine converted to glucose when more glucose is required. إذا ماكو جلوكوز فراح يتحول glutamine إلى جلوكوز بقينا بدورة ذي شمال gluconeogenesis. aids كذلك immune function مناعيا. assist in maintaining the proper acid alkaline balance بجسم الإنسان الفقاعية والحامضية. fuel يعتبر for healthy digestive tract. يعتبر شو مثل ما تقول كخزان أو وقود للقناة الهضمية. on the basis of building blocks for the synthesis of RNA DNA. يعتبر كمكون تركيب الـ RNA والـ DNA. studies have shown that amine to be useful in treatment of serious illness. يعالجنا بعض الأمراض والمشاكل. injury, trauma, burns, حروق. cancer treatment كذلك بالسرطان. related side effect عن عفو من بس اسمه يحمينا من الأمراض الجانبية أو الأعراض الجانبية إذا أعطوا علاج لأبو السرطان. and wound healing إصلاح الجروح for post operative patient بعد ما يسوون العملية. glutamine is also marketed as a supplement. يعتبر كداعم for muscle growth بنمو العضلات. and weight lifting and body building يعني الظاهر هذا يحتاجونه الحديد بناء العضلات. glutamine transport ammonia وين ينقلنا الأمونيا؟
the toxic metabolic byproduct of protein breakdown to the liver, للكبد، هناك يصفوها إلى يوريا. Glycine is the simplest amino acid synthesis in the body and the only amino acid that is not optically active because it has no stereoisomers, any group of the isomers. يعني يقول هي أمينو أسيد بسيط ينتج بالجسم and the only not optically active. هاي أكو خاصية بال تراكيب الكيمياء العضوية اللي هو stereoisomers، إذا مثلا يعني التركيب إذا قلبناه بالمراية أو هيك شيء، فيعني حسب إذا عكس المرآة يعني عكس الصورة مالته فما راح يعطينا ما راح يعطينا نفس الصورة أو هيك شيء، ما يعني ممكن يشفت شيء مهم إذا يطلع عليه. Combined with the same molecule formula but a different ناشي يقول atoms are linked in same order but differ in their special arrangement. هذا تعريف مالته، يقول combined with the same molecular formula but a different structural formula، يعني نفس الشكل التركيبي، عفوا نفس المكون التركيبي بس يختلف بالشكل. Which atoms are linked in the same order but differ in their special arrangement، يعني نفس التكوين بس الهيئة مالته تختلف. Glycine is essential for the synthesis of nucleic acid. كون nucleic acid bile acid اللي هي العصارة الهضمية، بروتين، بيبتايد، بيورين، اي تي بي، بورفرين، هيموغلوبين، جلوتاثيون، كرياتين، بايل اسيد، هاي جلوكوز، جلايكوجين، هاي كلها يدخل بتركيبه. In the synthesis of bile acids, glycine is a sweet taste and is used used as a sweetener. يعني هم كذلك يعتبر فشي حلو فيخلونه بالأطعمة أو مذاقه حلو. كذلك هو يستخدم mental complexing agent، يعني retard بالتخلف العقلي أو بالعضلات ضمور العضلات، هو يستخدم الجلايسين. برولاين اللي هو is the subprecursor of hydroxyproline which is manufactured in collagen tendons، موجود بالكولاجين، موجود بالأربطة، بالأوتار، بالعضلات القلب. By the body, proline is involved in the wound heal، كذلك بإصلاح الجروح. Important component in certain medical wound dressing that use to stimulate wound healing، كذلك يستخدم بعض الطرق العلاجية اللي هي يضيفوا مادة الكولاجين على مدة تحمي أو تشافي الجروح بسرعة. كذلك healing of cartilage الغضاريف، strengthening joint يقوي الأربطة والأوتار، heart muscle عضلات قلب. works with vitamin to promote health connective tissue، يساهم مع الفيتامين سي يعطينا أنسجة رابطة صحية. serine is the second amino acid that is also alcohol because of its methyl acid side chain which contain hydroxyl group. Serine is needed for the proper metabolism of fat and fatty acid and playing both a role in body synthetic pathways for the pyrimidine كوننا كذلك pyrimidine بيورين بالRNA والDNA، كذلك RNA والكرياتين العفو، البورفرين highly concentrated in all cell membrane، جدار الخلية موجود إلى هذا الحد كلام. Tyrosine is metabolically synthesized from the important amino acid phenylalanine to become the para-hydroxy derivative of phenylalanine. يعني شو يقول هنا؟ هذا التايروسين تكون phenylalanine، يعني تركيب ثاني إله. فتايروسين is a precursor of the adrenal hormone epinephrine، يكون الابنفرين اللي هو هرمون موجود بالغدة الأدرينالية، نور ابنفرين كذلك، نور دوبامين and the thyroid hormone including thyroxine and it's important in overall metabolism aiding in the function of the adrenal thyroid and pituitary gland. يساهم بحال الغدد كلها. Tyrosine stimulates metabolism on the nervous system, act as a mood elevator, suppresses the appetite، يقلل فقدان الشهية، help reduce body fat، يساهم تنظيم الدهون. Making it useful in treatment of chronic fatigue، يساهم بال معالجة الضعف العام المزمن، narcolepsy، anxiety، depression، low sex drive، يحفز ال يعني
تعقدها الجنسية وهي تشيل allergies and headache. بس خلينا نشوف هاي ال narcolepsy. شنو narcolepsy قصدي بيها؟ disorder marked by the loss of neurons in the brain that is responsible for making high also known. ها هاي يعني واحد فجأة ينام هيك شيء، فيعني واحد شلون ما مسيطر عليه وحو ينام فجأة، فهذا يساهم بصلاح هذا الشيء. اكو بعد امينو اسيد جريدات شنو ذني يعني جاي يدرسونها يعني مو اكيده. يسمون سيلينوسيستين. سيلينوسيستين از ريكنايز از ذا 21 امينو اسيد، بس انلايك اذر امينو اسيد بريزنت ان بروتين اتس نوت كودد فور دايركتلي لايك جينيتك كود، يعني ما يتكون جينيا بالسلسلة الأحماض النووية. سينوسيستين is encoded by the UGA codon which is normally a stop codon، يعني هذا وين يتكون؟ من يخلص الجين ار ان اي الشفرة مالته بالميتوكوندريا، هذا يعتبر شلون الستوب كودون يعني نهاية الشفرة. Like the other amino acid used by cells, sinusite has a special slice transfer RNA إلى transfer RNA خاص بي. سيلينوسيستين was named as amino acid in 2001 and found to be the selenium analog of cysteine in which selenium atom replaces sulfur. يعني شلون يتكون تركيب يشبه السيستين، بس شلون ينتج من يشيلون السلفر ويضيفون مكان السيلينيوم. سيلينوسيستين is present in the several enzymes، موجود بعدة انزيمات مثل formate dehydrogenase, glycine, reductase and some hydrogenase. It's been discovered that HIV اللي هو الداء المناعي العوز المناعي او يسمونه AIDS caught a functional selenoprotein and patient with HIV infection have been shown to have lower than average blood plasma selenium level. شنو هذا الفيروس شو يسوي؟ اتش اي في راح يكون هذا البروتين اللي هو سيلينو بروتين، فالسيلينو بروتين راح يشتغل عليه هذا الانزيمات فوق، فراح and patients with HIV infection have been shown to have lower than average blood plasma selenium level. الظاهر يعني شلون يحارب تكوين السيلينيوم اتومز، فراح ما راح يتكون السيلينيوم، ما راح يتكون هذا السيلينوسيستين، فراح يدخل نسبة السيلينيوم بالجسم. بايغولايسين is the second رقم 22 natural occurring genetically encoded amino acid used by the some archaea vocalytic lacking membrane bound nucleus، اللي هي واحد من الكائنات الحية لبداية النواة أو طلعيات. single cell microorganism اللي هي توعية خلية واحدة. in enzymes that are part of their methane producing metabolism this lysine derivative is encoded by the UAG normally stop him and like يعني تكون نهاية الشفرة possibly modified by the presence of specific downstream sequencing forcing the incorporation of pyrolysine instead of terminating translation. مرات شي يصير من تكمل الشفرة يضيفون مجموعة البايرولايسين للأمينو أسيد النهائي، فمكان ما يتوقف المكان يعني ما ينقطع هذا الأمينو أسيد الأخير وستوب كودون راح ينضاف لمجموعة الأمينو أسيد نفسها فيتكون هذا البايرولايسين. يعني أنا ما وظيفيا ما جاي يقول شيء. enzymes that are part of the methane producing metabolism this lysine derivatives يعني جزء تصير به انزيمات بس ما حاكي وظيفته. بقى هاي الامينو اسيدوباثيز اللي هي الامراض اللي تصيب الامراض الامينيه مثل فينايكيتونيويا اكثر شيء امراض مناعيه تسبب قله بال الاحماض الامينيه وتنتج عنها كذا شيء، يعني راح اكيد اذا واحد من هذول الاحماض الامينيه يقل نشوف شنو الوظائف اللي يسويه، هو ما راح يقل راح ينعدم هذا الشيء. فينايل الانين راح يقل فراح شنو الاشياء راح يسببها significant brain problems مشاكل بالعقل او هيك شيء. هاي هنا تقول مثلا تاريخ مالته ايش قد او النسبه مالته بالدم ايش قد راح تصير من هذا القبيل. اكو اختبار اسمه
Gothy test، هل Gothy test هو يعتبر semi quantitative يعني يعطي نسبة تايتر، ما يعطي نسبة مضبوطة بس تايتر. شنو هذا؟ يسمونه bacterial inhibition. شو يسوى هذا؟ ability of phenylalanine شو يسوي؟ يحفز نمو الخلايا البكتيرية أو البكتيريا in culture media، يخليهم culture media with inhibitor. newborn infants الدم مالته راح يخلونه بفلتر بيبر اللي هي هاي ورقة مرشحة. And small disc of the filter paper is punched out and placed in agar gel plate containing Bacillus subtilis. يعني نجيبون أجار ويخلون يزرعون بها البكتيريا ويضيفون هاي الأقراص اللي هي بها يحتوى فنيلالانين داخل هذا الوسط الزرعي. شو يقولون هذا؟ جل containing Bacillus and B beta 2 phenylalanine. The agar gel is able to support bacterial growth but the B to phenylalanine inhibits bacterial growth. يعني هذا راح يمنع هذا الشيء، بينما الأجار راح يسمح بهذا الشيء. In the presence of phenylalanine هذا phenylalanine راح يشن مثل ما اقول يطغى على البيتا 2 phenylalanine، ما راح يطغى عليها فراح ليش تفهم the embryogenic filter cell the inhibition is overcome. راح تقدر خلايا البكتيريا تنمو بعد اكثر لان هذا الفينايلانين راح يتغلب على البيتا 2 فينايلانين، وهذا طبعا راح يتحسن نسبه الانانين الموجوده بالسيرام فينايلانين ليفل. فهذا راح يقيس لنا يعني نسبه الفينايل كيتون فينايل كيتون نيوريشن فايته يحول شو يقول بالله وظيفته هنا هيدروكسيليز يسوي فينايل الاناني تايروسين. فاذا هذا الانزيم ما موجود او بيه مشكله ما راح يتحول الفينايل الانانين الى تايروسين فراح تزداد نسبته. فاذا هنا الخليه نمت طبيعي معناه نسبه الفينايل الانانين كلش زايده، فعندنا هذا الخلل جاي يصير. هذا نبقتهم كذلك كل حامض ضميني والمرض مالته. اذا تدري يعني انا بس راح اوقفكم صورة عليه هيك شيء لان هواية ما شاء الله. اكثر شيء على التايروسين وفينال يعني ما بصير ابشي شيء سوى هذا فانزيم برانش بكيتو اسيد دكتار بسيتيز بلوكين دي نورمال ميتابوليزم اوف ذا ثري اسينشال برانش تشين امين اسيد ليوسين اي. يعني اكثر شيء هذا انه مشاكل بالانزيم بحيث ما يتحول ما ينتج لنا كذا حامض اميني، فبالمقابل راح تسبب لنا نقص بحامض الاميني. ان راح هذا الحامض الاميني يقل راح تكثر مشاكل كل من حسب وظيفته. شنو هذا؟ ايسول فاليريك اسيدينيا از سيف. اكثر شيء هذا انه امراض وراثيه. preventing normal metabolism of the branched amino acid leucine. هكذا ايش راح يسوي؟ هنا يعني هنا أنا بالنسبة للأمينو أسيد أناليسيس البلد هو التحليل المناسب لتحليل الأمينو أسيد. should be drawn at least 6 إلى 8 fasted before effect of absorbed أمينو أسيد. مفروض يكون شخص صائم. مفروض يجمعونه بتيوب هيبارين with the plasma removed from the cell. بس يكون يعني سنتر مضبوطة ونفس البلازما صورة مثالية. taking care not to aspirate the platelet. ما نسحب البلايتلت والوايت سيل layer to prevent contamination. ما يصير عمود contamination تلوث أو ليكوسايت لأن هذا نهم بهن أمينو أسيد فما راح تكثر النسبة. هنا طبعا دي بروتينايزيشن راح نقول شنو قصده، يعني البروتينات الموجوده بالدم راح نحللها تطعم وتعطينا بس امينو اسيد. المفروض وذن خلال 30 دقيقة بتجميع العينة وراح نحللها بس واذا ما نقدر نحللها مباشرة نخزنها كذا درجة حرارة 20 سالب 20 الى سالب 40. كذلك اكو بالادرار هم امينو اسيد. فوق سكرين تيست مثل فور تشويس الثين لير كروماتوغرافي. كوش هاي نوع من انواع الاختبارات اللي هي ضمن ان هنا ايش يقول location of either or two dimensional separation. يخلون ورقه ويخلون مثل سطل او شيء
أقل من ورقة. هاي الورقة بيها كذا بروتينات مناعية، كل بروتين مناعي مثلا ضد مخصنة ضد أمينو أسيد معين، فراح تقنية الشد السطحي راح يصعد الماء السيروم قصدي اللي فوق، وكل منه حسب نسبته. يعني هاي بعدين هذا تقنية مناعية بعدين نشرح عنها. نعم البروتينز بعد اني اللي هو التركيب قصدي الشامل انواع البروتينات. هسه نحكي على المواد البسيطة اللي هي تكون البروتين، هسه بعدين نحكي على البروتينات.